تسمع كنخدم شيفور مانيتور في المرسل داخل. لا الحمد لله دابا السلطات راه قامت بالواجب ديالها، كلشي الحمد لله بات الساعه دابا كلشي بخير خدامين. الحاله في المرسل اليوم دابا هذا الشيء اللي كنشوفوا انا كلشي بخير الحمد لله، كلشي الدنيا هنا الله يفعل لنا الوباء وكلشي. التحاليل لا درنا التحاليل وكان الناس اللي مرضين داو من الناظور، ودابا راه كلشي هنا كتشوف انت القواطن كلشي كان هنا كلشي جايبين. الداخل قالوا لنا على اساس انهم كتنعسوا فيهم باش كتساليو الخدمه. هو لا دابا ما كنعسوش هاد الايامات غنبداو نبدا نعسو فيهم. غادي نعسو فيهم وغادي قال لك غيبقاو شي 3 ايام هكاك غيحبسوا الشونطي وغادي يديروا التحاليل كلشي. كي دايره الحاله النفسيه ديالكم؟ لا الحمد لله المهم كما كنعيشوا خدامين نورمال دابا 3 سنين ونص خدامين عادي الحمد لله. دابا الحمد لله منين جابوا هاد الشراء تولي بخيره تولي الدعوه مزيانه. فهمتي في الاول كتمشي كيمشيو الناظور الدراري تماك ما تعرف شنو كاين تماك. كان واحد شويه كيكون واحد شويه دابا حيت انا خليت ولادي عاوتاني هنا فوق في بويا فهمتي خليتهم هنا ودابا هاد الايامات قال لك منو حتى شي واحد يخرج فهمتي هو هادشي شويه صعيبه حيت مع ولاد والدراري دابا قال لك 21 يوم حتى واحد ما يخرج 21 يوم. الامور غادي مسلوكه والحمد لله. المهم دابا الساعه حنا خدامين نورمال الحمد لله. الله يفعل لنا الوباء ويشافي جميع المرضى ودير لنا حتى هو الخير ان شاء الله. اخويا الحالات قالوا كاين الحالات وشدني الخوف. شدكم الخوف دابا كاين الحاله في المرسل داخل؟ لا مزيانه القضيه مزيانه. الناس ديال السلطه دايرين الواجب ديالهم؟ واه دايرين الواجب ديالهم، كاين تعقيم كاين كلشي. حنا ما كنزلوش من الكاميرا تدخلوا السلعه نخويو ونمشيو بحال هذا. يعني ما كاينش يعني الامور ما لا معكم في يعني لا القانون ديالنا. واه بالنسبه لحد الساعه كيف كتبان لك الامور لداخل؟ لا مزيانه دابا لحد الساعه لداخل. ما كاينش تخوف انهم يحبسوك هنا لداخل؟ لا ما تيشدوناش ما تيهضروش، حنا ما كنزلوش كندخلوا نخويو السلعه ونخرجوا كنباتوش هنا. كيف كتصور الامور غتزيد من هنا لقدام؟ واه الله اعلم اش بغيت نقول لك بالله اعلم. ما عندكش تخوف انت من هذا الوقت؟ واه ما عندناش التخوف دابا حيت ما كنزلوا ما عندنا حتى حاجه الحمد لله. الناس اللي كانوا تصابوا هنا ما عمرك تلاقيتي معاهم؟ لا هذوك ساكنين هنا، هذوك جاو جداد دخلوا باش يخدموا تصابوا هنا ماشي ديالنا. حنا راه عامين دوزنا هنا ما عمرنا شحال من النهار من الشهر ثلاثه بدات الكورونا ما عمرنا شفنا شي حاجه. واه حتى جاو هذوك الناس جداد اللي دايروا هذا الشيء. الاسم ديالي احمد، عندي شاحنات شغاله في الميناء كيجيبوا لي ماتيريو ديال لي زونروشمون البور وهذا الشيء اللي موجود. دابا الامور بالنسبه لنا حنا دايرين الاحتياطات ديالنا يعني كاين واحد التباعد كنديروا لي بابات ديالنا وهذا الشيء اللي موجود. بالنسبه للامور داخل كاين التباعد كل واحد وبلاصه ديالهم ما كاينش يعني امور راه غادي مزيان. ما كنتوش كتخلطوا دوك الحالات اللي كاين؟ لا لا ما كنتش كنخلط انا لا لا يعني دي اول ما بدا هذا الكوفيد هذا درنا بحسابه ودرنا الكمامه ديالنا والمسائل. الخدامه ديالنا بالنسبه للخدامه ديالنا درنا لهم سميتو ديروا الاحتياط ديالهم الكمامه ديالهم كل واحد يبعد من الاخر يعني ما يكونش واحد يعني سمعتوا عليهم ما ينزلوش من الكاميونات باش يدخلوا للميناء يعني باش يكون اكثر احتياط اكثر احتياط تكون المسائل وصافي يعني ما خصش حيت ما خصش يكون التقارب بزاف خص كل واحد يكون بوحده. كيبان لك هذه الخدمه اللي دارت دابا السلطه هذه القياط اللي دارت هنايا مزيان مزيان في الصالح ديال الخدامه زعما في الصالح ديال الخدامه نعم في الصالح ديال الخدامه للحد من الانتشار من هذا الوباء يعني الناس غتبقى تبات هنا يعني حتى تبان الامور كيفاش. لا لا مزيان ان شاء الله نتمناو الخير نتمناو الخير وصافي يعني دائما يعني الانسان يدير الواجبات ديالو يعني الوقايه خير من العلاج يعني ممكن انسان ما في والو يدير المسائل ديالو يعني بحال الكمامه ديالو يكون واحد التباعد وهذا الشيء اللي موجود نطلب الله التيسير. الله يحفظك بارك الله فيك.